نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بنستعرض مع حضراتكم مجموعة من الأخبار المتعلقة سواء بجهود الحكومة لاستعادة يعني السائح مرة أخرى، أو المتعلقة بضبط الأسعار، أو أشياء أخرى في المجتمع المصري، بخلاف بالطبع الأخبار السياسية اللي بنتعرف عليها من خلال مواجيز ونشرات الأخبار. هنبتدي مع حضراتكم في إطار جهود الحكومة المصرية يعني السيطرة على الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار السلع الغذائية. أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين التجارة الداخلية عن طرح أطنان وكميات كبيرة جدا من السلع الغذائية والفاكهة والخضار بالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة حتى تكون في متناول أيدي المستهلكين وجميع المواطنين، وفي محاولة أيضا لمواجهة الجشع من جانب التجار اللي بيعملوا على رفع أسعار هذه المواد الغذائية بدون أي مبرر. وزير التموين أوضح أن المجمعات الاستهلاكية بتقوم حاليا بتسيير أسطول من السيارات المتنقلة المبردة اللي بتحمل أطنان من السلع الغذائية والخضر والفواكه بأسعار مخفضة بتقل حوالي 25% عن سعرها في الأسواق الأخرى، وذلك في كافة الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، ودوت لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وفي إطار توجيهات المهندس إبراهيم محلب لوزارة التموين في نهاية الأسبوع الماضي. مشروع المليون فدان اللي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل الحكومة المصرية وبيولي اهتمام كبير الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، هناك محاولات من جانب الحكومة وجهود من أجل التوصل إلى يعني الرؤية الأمثل للبدء في هذا المشروع اللي هيوفر بالتأكيد يعني آلاف فرص العمل، وأيضا سيعمل على طرح المزيد من المنتجات الزراعية المختلفة في مصر. لقاء وزير الزراعة بالأمس مع أعضاء نقابة علماء مصر بشأن هذا الأمر، اتفاق الدكتور صلاح الدين هلال مع علماء مصر على تشكيل لجنة لصياغة المقترحات الخاصة بتصورتهم في مشروع المليون فدان وإعداد رؤية موحدة يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. المجتمعين من العلماء ووزير الزراعة أكدوا على أهمية تكثيف المعرفة واستثمار العلم باعتبارهم الداعم الرئيسي للجهود المبذولة في تنمية واستصلاح مساحات عديدة بتضاف إلى الرقعة الزراعية. العلماء أوصوا أيضا بضرورة أن يشمل المشروع كافة مناحي التنمية المتكاملة، فضلا عن دراسة التراكيب المحصولية لكل منطقة منها ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند التوزيع على الشباب، وأن تكون هناك نسبة مخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين. بالأمس تم الاحتفال بافتتاح الاتحاد أو المقر الجديد لاتحاد الأثريين العرب بالشيخ زايد، طبعا بحضور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وأيضا الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، وعدد من السفراء والشخصيات العامة. وزير الثقافة عبد الواحد النبوي أشار إلى أن افتتاح الدكتور سلطان القاسمي لاتحاد الأثريين العرب جاء تقديرا لدور الاتحاد العام للأثريين العرب، وبيعكس مدى أهمية التراث العربي ومدى احتياجه لجهود الاتحاد للحفاظ عليه. المبنى الجديد للاتحاد بيقع أمام المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، بيتكون من حوالي أو ثلاث طوابق، بيتضمن الطابق الأول حديقة كبرى وقاعة المؤتمرات الرئيسية، بالإضافة إلى ثلاث قاعات مجهزة للجلسات العلمية، بينما يضم الدور الثاني المكتبة اللي بتحوي كتب التراث في التخصصات المختلفة وكذلك الإصدارات العلمية للاتحاد، كما بيتضمن الاتحاد المعامل وقاعات الدورات التدريبية. أيضا يجب أن نستعرض مع حضراتكم كل يوم من خلال هذا الصباح الوضع السياحي في مصر، يعني ازدياد معدلات السياحة والرغبة من جانب الحكومة ومؤسساتها المختلفة لعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية والجهود المبذولة في هذا الإطار. وزير السياحة خالد رامي أكد أهمية السياحة والسائح البريطاني تحديدا في مصر وبالنسبة للمقصد السياحي المصري بشكل عام، لافتا إلى أن الإحصائيات السياحية في الربع الأول من العام الجاري سجلت نمو ملحوظ في حركة السياحة الوافدة من بريطانيا تحديدا بنسبة زيادة تقدر بحوالي 20% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. تصريحات وزير السياحة خالد رامي جاءت أثناء اجتماعه مع ممثل اتحاد شركات السياحة البريطانية. الوزير أشار إلى أن السلطات المصرية بصدد تفعيل التأشيرة الإلكترونية خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع وقف منح تأشيرات السفر للأفراد عند منافذ الوصول. أشارت ممثلة اتحاد
شركات السياحة البريطانية، لأن مصر بلد صديق بيعد من أهم المقاصد السياحية المستهدفة للسوق البريطانية، وإن الموسم السياحي القادم هيشهد مزيد من التدفق السياحي لمصر. خبر له علاقة بالخبر اللي قبل كده، هو استقبل مطار الأقصر الدولي أمس طيارين فرنسيين لزيادة أو لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي ضمن رحلة حول العالم بتستمر 45 يوم. هذه الرحلة شهاب بتأتي في إطار الذكرى العاشرة أو إحياء الذكرى العاشرة بعد المئة لرحيل الكاتب الفرنسي جول فيرن صاحب رواية حول العالم في 80 يوما والتي ألف عام 1872. تشمل الرحلة زيارة 25 دولة وتنتهي في 20 من شهر يونيو المقبل بفرنسا بالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي للطيران. ومن المقرر أن يلتقي محافظ الأقصر بالضيفين الفرنسيين خلال زيارتهما للمدينة قبل مغادرتهما إلى المملكة العربية السعودية. أمس نظمت نقابة الصحفيين حفل تأبين للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي تقديرا منه للدور الوطني للشاعر الراحل الذي سطر بأشعاره حروفا بارزة في تاريخ مصر الحديث. هذا الحفل يا شهاب حضروا يعني أعضاء وأفراد أسرة عبد الرحمن الأبنودي الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وعدد أيضا من الوزراء ونقيب الصحفيين وعدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة والإعلامية. نتابع هذا التقرير. لمكانته الأدب تفردا نظمت الصحافة الصحفيين حبين للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وان مسيح شاعر ووطن. عبد الرحمن الأبنودي بتربط انا شخصيا لان عرفت في محافظه عام 99. عبد الرحمن الأبنودي احنا وطني وادى كثير نسبه كل ما شفناه في. نعتذر مشاهدينا عن هذا الخطأ التقني في التقرير. في العاصمة اللبنانية بقى بيروت أقيم مهرجان كومون أحد المهرجانات الشهيرة والذي بيشهد عدة فعاليات في وقت واحد تتراوح ما بين العروض الفنية والاحتفالات وأيضا فنون الطهي. هذا المهرجان نرمين اجتذب العديد من الزائرين سواء المحليين أو الأجانب على حد سواء. نشوف التقرير بيرصد هذا المهرجان. أعمال فنية وحفلات وفنون مطبخ من لبنان وأوروبا، تلك بعض فعاليات مهرجان كوميون الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا في خان الحرير، يجتذب عددا كبيرا من الزائرين المحليين والأجانب على السواء. الأنشطة المقدمة في مهرجان كوميون الذي يستمر 4 أيام في بيروت. هذا اكشلي اول مره عم نخلق هيك ايفنت نحن ببيروت. هو ايفنت بينبن اكشلي الفن الكولينري ارت عن مثل ما شايف اكشلي بهذا الايفنت اللي حبينا نعمله هو نخلق مثل بريدج بين اوروبا ولبنان. فاللي عملناه اكشلي انه عزمنا 22 ارتست من برا وفي عنا 20 لبنانيه بارتيسيبيتنج ان ذس فيستيفال. عدد كبير من الفنانين الاوروبيين حرصوا على عرض اعمالهم في مهرجان كوميون والمشاركه في المهرجان. ريلسي فنان سويسري الأصل ومقيم في برلين كان من بين هؤلاء الفنانين. I'm here for the festival, Common Festival. متواجد هنا للمشاركة في مهرجان كومون في بيروت لأول مرة، وسأرسم أمام الجمهور مباشرة مطلع الأسبوع. أعمل بالحروف والطباعة وما إلى ذلك. ومن ألمانيا جاء المصور كان شلوختمان وشارك في المهرجان بمجموعة ضخمة من الصور كان التقاطها في السنوات الخمس الماضية أثناء جولة في النرويج قطع خلالها نحو 20,000 كيلومتر. هدفي هو عرض شيء متميز جدا، شيء فريد لا يمكن أن تجده في مكان آخر. الشيء المتميز هو أن بمقدوري أن أزور كل الأماكن في وقت واحد، لذا علي أن أتعامل مع المناخ والوضع الذي أجده في كل مكان. وما أريد أن أعرضه هو جمال الطبيعة من ناحية وجمال ما يصنعه الإنسان من ناحية أخرى. فريق لومي الغنائي اللبناني المعروف عاد لإحياء حفلات مباشرة بعد توقف دام 4 سنوات بحفل في مهرجان كوميون. محل حلو كتير والإيفنمون اللي منظمينه كمان غير شكل،
ولومي الليلة عم بغنوا so. مهرجان كوميون بفعالياته الضخمة يجسد عبقرية لبنان في تنظيم الفعاليات الاحتفالية، ولا أدل على ذلك من النجاح الذي يحققه المهرجان على تنوع أنشطته. استضافت بلدة قلعة مجون بجبال أطلس في المغرب انطلاق النسخة 53 من مهرجان الورود احتفالا بموسم قطف ورود دمس. هذا المهرجان شهاب يعد يعني ثاني أقدم المهرجانات اللي بتشهدها المغرب، وركز في دورة هذا العام على الموروث الثقافي المغربي وتحديدا منطقة الأمازيغ المميزة بلبسها بتقاليدها بعادتها لتقدمها في هذا المهرجان بشكل خاص. نتابع. الورود وكما يطلقون عليها في منطقة جبال أطلس بالمغرب نجم منتجات المنطقة، ومن ثم لا أقل من مهرجان للاحتفاء بها. والاحتفالات والمهرجانات باتت تقليدا قديما، فالمغرب يقيم هذا العام النسخة 53 من مهرجان الورود. واستضافت قلعة مكونة المهرجان السنوي الذي شهد استعراضا للثقافة المحلية وموروثات المنطقة. مهرجان الورود هو ثاني أقدم مهرجان في المغرب بعد مهرجان الكارز الذي تأسس في عام 1962. ويحتفل مهرجان الورود بموسم قطف ورد داماس المنتج الرئيسي لوادي دادس. حشود كبيرة اجتمعت لمشاهدة العرض الرائع المفعم بالألوان وعروض الرقصات والفرق الموسيقية، وأيضا لإلقاء نظرة على ملكة جمال مهرجان الورود الجديدة، وهو اللقب الذي فازت به الطالبة الجامعية داهو آيكن بعد أن تغلبت على 39 متنافسة أخرى لتنتزع لقب ملكة جمال الورود. اولا بغيت نمثل الوالده ديالي ونرد ليها غير واخا غير شويه من زعما الاحساس ديالها بلي راه كانت ملكه الجمال، وهذا وبغيت انا نحس بالاحساس باش حسات الوالده. وارتدى كثيرون من اعضاء الفرق الموسيقيه المحليه والرجال والنساء ازياء اهل المنطقه التقليديه وهم يسيرون في عرض ابهج الحضور الذين حرصوا على المشاركه في هذا المهرجان. المهرجان في نسخته هذا العام ركز على الموروث الثقافي والفني بالإضافة إلى الزي المحلي. البعد التراثي تعطات واحد أهمية كثيرة للتراث ديال المنطقة، خصوصا الثقافي والفني وكذلك الزي ديال المنطقة. منطقة جبال أطلس تنتج ما بين 2000 و4000 طن من الورد سنويا حسب ظروف الطقس. يعني في السنوات الاخيره ومنذ انطلاق المغرب الاخضر اعطى واحد الاهميه كبرى لهذه السلسله ديال قطاع الورد، يعني من المنتج حتى المصنع وحتى يعني التسويق. دول قليله في العالم هي التي تنتج ورد داماس، ويقول منتجوه بالمنطقه ان الطرق التقليديه لانتاجهم التي لا يدخل فيها استخدام المبيدات او المواد الكيميائيه تجعل انتاجهم اكثر جذبا للعملاء الاجانب. استعرضنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام طائفة ومجموعة من الأخبار المنوعة حاولنا فيها، وكما يعني حاول أيضا فريق عمل هذا الصباح يوم الاثنين يعني تشكيل رأي عام أو وجهة نظر بشأن هذه الأخبار وإطلاعكم عليها المتعلقة بنواحي ويعني أشكال مختلفة من الأخبار.